نحن والشرطة والجيش يجمعنا على رغيف العيش. نحن والشرطة والجيش يجمعنا على رغيف العيش. يا شرطة مركب المحافظ مهلوش على قبر حقنا فوق الباب. على قبر حقنا فوق الباب. هذه 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 كبير هذا كبير. ها ها عمري هذا اليوم هذا نبيل شمسان. نبيل شمسان يطالب برحيله ونحن في مكتب المحافظة من أجل إسقاطه واسقط كل رموز الفاسدين. وهذه مطالبنا. ونحن حاليا على قانوني العمل بالتوقيع الصريح وإحالة ملف الفاسدين إلى النيابة معنا وثائق مالم وصلناها إلى الشؤون القانونية بناء على توقيع وتوقيع المحافظ. ليش لحتى الآن الملفات محفوظة في النيابة؟ هل كل أم عصابة؟ ايش هذا الكتاري تعز؟ الكتاري مطالب الشعب ليش؟ ابناء تعز خلقوا ولن يعودوا لتحقيق الاهداف يا نبي شمسان. هذه مطالبنا هذه مطالبنا واضحه ثلاثه اسابيع من التصعيد المستمر امام المحافظه وانتم تصمون اذانكم عن مطالبنا. لكننا نقول لك اننا سنحقق الاهداف. معنا شهداء ونقاب نقدمها في تعز. سنحقق الاهداف وسنسقط كل رموز الفاسدين وعلى راسها انت. أنت يا نبي شمسان وعامر كامل وعبد القوي ورسالة لك حلي وإيلان ووهيب الحكيم والصنوي وكل العصابة الذين عبثوا بموارد تعز وإراداتها سيرحلون عنا. يئسنا هذه الوجوه البائسة. ارحلوا عنا ارحلوا عن تعز. تعز تعاني الحصار والحرب والويلات. صبرنا كثيرا 7 سنوات من نهب إيرادات الدولة من نهب المليارات وشعب يتضمر جوع وجيش وطني لا يلقى الدعم والإسناد. ارحلوا عنا.